أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول بعض الناس بأنه يجب أن يترك المجال واسعا أمام كل الدعاة للدعوة إلى الله تعالى بصرف النظر عن توجهاتهم وأحزابهم، فالكل على ثغر ويجب أن لا نضيق واسعا، فما حكم هذا القول؟ لا ننظر إلى الأقوال، ننظر إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طريقته في الدعوة، لأنه هو قدوتنا، وننظر كيف دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسير على نهجه، ونترك التحزبات والانقسامات هذه لا، هذه لا ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا عندنا منهج واضح نسير عليه في الدعوة، وهو منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.